أخبار اليوم. في كم صانع نحاس لغاية دلوقتي يا حاج؟ نعم. في كم صانع نحاس لغاية دلوقتي؟ أنا بس. حضرتك بس؟ ما بقاش في حد جوه في النحاسين أو كده؟ لا. ما بقاش في حد بينا. شباب صغير. آه. طب الشباب الصغير ده بيعرف يعمل نفس الشغل ده؟ بيعمله. آه. بس مش ملم بيه كله. آه. أنا بقيت 62 سنة في الصنعة. ربنا يديك الصحة. الفرق ما بين الشباب الصغير والفرق غير فرق الخبرة، في فرق في الأدوات أو في فرق في لا الأدوات هي هي بس الخبرة تختلف. الخامات اللي بيتعمل بيها نحاس أصفر ونحاس أحمر وإيه تاني؟ أصفر وأحمر. كان في نحاس أبيض كمان. بس ده مش موجود، ما بقاش موجود دلوقتي. لا لا. طيب الشغل الصيني اثر قد ايه على السوق؟ الشغل الصيني ما اثرش عليا. اثر على حاجات تانية. زي شغل الزنجوراف. وشغل الزنجوراف ده لما اللي هو بيستخدم اكتر في الطباعه. هم ممكن يعملوه انما ما عرفوش يعملوا ده. لان دي دماغ، دي فكر. بعد ما تغسل هيتطعم فضة. تتطعم فضة في مكان الحفر.